طواف 7 مرات، التضرع في الدعاء وأخذ التبريكات هي عادات متوارثة يمارسها الوافدون هنا إلى ضريح سيدي يحيى بمناسبة إحياء وعدة هذا الولي الصالح. ورانا نجو هذا الوعد، هذا وعد تلقى الناس كاع ما تلقاش، تلقى مع بعضها، تلقى الأحباب، تلقى يخلق الصلح. الوعدة هذا يسمى بالموعد، والموعد تلتقي فيه الناس، ربما ما وراء البحار، ربما هنا توقع فيه خصومات، يوقع الحل هنا، توقع المصاهرة بين الناس، سمعت؟ يجي الناس تأكل في سبيل الله، حتى المساكين. من كل مكان يأتي الزوار، يصنع صوت البنادق هنا صحوة كصهوة الخيول التي ترسم فانتازيا لا تتكرر. عادة تاع سيدي يحيى هذه داروها جدادنا من بكري، احنا نتبعوها، عندها قرون وقرون كاع من وقت فرنسا، وهذو هكا احنا كنا نحاربوا كيما هكا، كانوا جدودنا يحاربوا هكا فرنسا، وحنا دينا هالتراث منهم ورانا شادين فيه. هكذا هو التقليد، مشاهد ترسم الفرحة والفرجة في وعدة سيدي يحيى بتيليمسان.